اللهم حريسته حل دبان مصطفى حادي محمد او كوخه هبيسن او هيبته ده ان لا غرنينين اي دوان كو ديلين مغالده مقدسو ايا اسقرن لوو سميهي اسلام مغالداسي وربحينتاسنا هلكا waxay noo soo diray wariyeena عبد الرزاق جامع علمي بلاك الله أن حريسته وحا مغالدة مقدشة آسقران لوغو سمييي حلدبان حاجي مصطفى أو كتر سنة مدنياش بارلمانكا أو لبي اللباتنكي بشاني أي كوحا هويسن كدلين دقمد وابري أي قبل كبنادر آسكا مرحون حلدبان حاجي مصطفى محمد أيا وحا كسو غيب غلي مدحوينيه هور أي صومالي شيخ شريف شيخ أحمد قدوميها بارلمانكا فدرالكا بروفيسور محمد عثمان جواري حلدبان نكتر سن بارلمانكا أهلادا مرحومكا يوليبا غيبها كالدوان إبرشادا كردقان مغالادا مقدشو مرحومكا أيا وحا لغو آسي قبورها شيخ صوفي أي مغالادا مقدشو يدور آسكا كوهر سلادة جناسادا لغلتو كدي مساجد كوين إسبهيسيغ أي مغالادا مقدشو مدحوينيه هوري اي دولادو كميلغار كاي صوماليا شيخ شريف شيخ احمد او آسكا كدي برباهينتا لها اللي ايا جيريدا مرحومكا او تعسييي قودهان شعبكا صوماليا دقارهان اهلادي مرحومكا نخوال بو الهي عدنوكا كيانا وحا اوضن بيسا ماشا سا اوضن بيسا وإنما توفون اجوركم يوم القيامة معنات قيامها وحا الليدين اوفنا يا وان وحبا لقا اميينين وحي عاد قشين الدنيا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ان شاء الله. وفكي نارت اللي قفو قيو جنن اللي قليو وفكا سالي باني او كوبك قادر. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. ولاش الدنيا اللي وحكى لماها وانا اقول له كتسومه. وبربر كذا مكا اللي راعوا له لما. مركا والدي كقدقا وهي معناها ايه راعينا. وودي القروبة نلاش ان دائما هو اخره. ولكن حلقي أبغى شلة يضرها لأنه سكوف فكر إنه ماشي أنا كين دون أنا قعد أنا وحلقي أبغى أنا كوف فكر إنه ماشي أنا كين دون أنا جانا سدوا كلامه وحياه إلهي وقرينا وحكم إذا أجش قفك وقت جيس ما دافع قفك لكن هذا الموجة وأنا قص على ساعة كستة هي دقيقة كستة هي أسبوع كستة هي معلن كستة عمر قاعد وحكم جو أي وقت يقول وقت لك إن شاء الله ما ككل جينا أنا سكنا عفنو ونديار قرونو نروش عند دائما وهدي قفك إن غطون ولو ناقصنا إله سبحانه وتعالى قفك أسقف ونعمة ونغناي هدي نعمة وحنا نقول كل منا عيتها عقاب فنتي حنون بدن إله يعني قفوا بيو مركا قعنتي دشنا وحلنا قعن قدرنا هذي إله وحن كبر ينا إن أبالك وكبر أبي وعدالة الله كان يعني رجينا إن شاء الله تبارك وتعالى مركا أن أود الدعينه qaar kamida dadkii kala duwanaa ee aaska ka soo qayb galay ayaa iyaguna waxa ay tacsi u direen eheladii asxaabtii uu ka baxay xildhibaanku allah u naxariiste marxuun mustafa maxamed oo dhalay mid kamida xaasaskii madaxweynaha hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa noqonaya xildhibaankii ugu horeeyay ee ka tirsan baarlamaanka cusub ee si toos ah loogu dilay gudaha magaalada muqdisho abdirasaaq jaamac cilmi balaag somali channel muqdisho